سي جوج واحد، ناخذ وحده منها و وحده
يعني على هذه الكنانة هي تساوي جوج في ثلاثة على أربعة تساوي ستة على عشرة. لاحظوا هذه ستة عشرة نقدروا نختزل كتساوي أيضا ثلاثة على خمسة، ولكن من الأحسن تبدي تساوي ثلاثة على خمسة صحيح، من الأحسن كنخليوها ستة على عشرة. علاش؟ لأن الحساب اللي كيجي من بعد كتبدا عاوتاني مقام مشترك، اللهم من الأحسن كنخلي ليهم نفس المقام. كنقدروا نختزلوا في حالة إذا كان كلشي كيتقاد كلشي هاد القيم اللي كاينين هنا، إذا كانوا كلهم كيتختزلوا نفس باش يبقى عندنا كيما بحال عندنا يبقى عندنا مقام مشترك. بي إكس تساوي إكس تساوي ناقص واحد، إكس تساوي ناقص أربعة. ما هو الاحتمال؟ ما هو الاحتمال؟ باش يكون المتغير العشوائي كيساوي ناقص أربعة. هو شنو هو أيضا؟ راه هو الاحتمال باش نسحبو كرتين سوداوين، والاحتمال ديال سحب كرتين سوداوين نفس القيمة اللي هي 90 خمسة جوج. وهنا باش نسحبو كرتين سوداوين إذا غنمشيو هاد المجموعة شحال فيها ثلاثة غادي نسحبو جوج، وكنحسبو كتكون ثلاثة على عشرة. هادشي اللي حصلنا عليه هنا كنلخصو في واحد الجدول اللي كيتسمى قانون احتمال إكس كبيرة. هاد الجدول غادي يكون مرتب وكيلخص لينا هاد المعلومات كاملة. قانون احتمال إكس كبيرة هو، وكنديرو الجدول الثاني، كنكتب هنا إكس إي وهنا بي إي. القيم من الأحسن يكونوا مرتبين، أصغر قيمة ديال إكس هي ناقص أربعة ثم ناقص واحد ثم الاحتمال ديال الحالة الأولى إكس تساوي ناقص أربعة هو ثلاثة على عشرة، كل حالة كتفوت منها الاحتمال ديالها. بين إكس تساوي ناقص واحد قيمة ستة على عشرة، وبين إكس تساوي اثنان واحد على عشرة. كاين واحد الملاحظة، إذا حسبنا المجموع ديال هاد جميع القيم اللي كاينين هنا راه كتعطينا عشرة على عشرة اللي هي واحد. دائما المجموع ديال هاد القيم، لأننا درسنا الحالات كاملة، يا يعني إما غتسحبو كرتين بيضاوين، يا إما غتسحبو كرة بيضاء وكرة سوداء، يا إما غتسحبو كرتين سوداوين. إذا الحالات كاملين درسناهم، داكشي علاش المجموع ديال جميع الاحتمالات خاصو يكون كيساوي واحد. نكون لاحظ هادي، عشتي إلا درتي خطأ نعاود ندير الخطأ ديالي يعني. الله، هذا هو كيطلبو منا قانون احتمال إكس كبيرة، خاصك تمر من هاد المراحل كلها، بيلي إكس تساوي بيلي إكس تساوي بيلي إكس تساوي، وتلخص هادشي في الجدول. هاد القيمة هاد إكس إي أش كنعنيو بهاد إكس إي؟ يعني أن هاد القيمة الأولى كنسميوها إكس واحد، إلا عقلتو بالنسبة للإحصاء كنديرو تقريبا نفس كندير إكس إي وهنا إم إي، إكس واحد بي واحد، إكس جوج بي جوج، إكس ثلاثة بي ثلاثة. إذا كاين شي قيمة أخرى هي إكس أربعة بي أربعة. الآن كنقدرو نطلبو منكم أيضا أمل الريال. شنو هو الأمل الريال؟ هو العدد الحقيقي اللي إكس كيساوي سيجما ديال إكس إي في بي، يعني بالنسبة لهذا المثال اللي درنا هنايا، إذا طلبوا منا الأمر الرياضي ديال هذا المثال إكس واحد في بي واحد، إكس جوج في بي جوج، تساوي
إكس واحد في واحد، إكس واحد هي ناقص أربعة في واحد، يعني هي باختصار ناقص 12 على 10. القيمة الثانية إكس 2 في 2، إكس 2 في 2 ناقص 6 على 10. والقيمة الثالثة 2 في 1 على 10، يعني 2 على 10. داكشي علاش أنا بنيها بالنسبة للمجموع، داكشي علاش خلاني لهم مقام مجبر. هذه كتختار زد كتساوي 3 على 5، ولكن خلينا هكا باش ما نعاودش ندير مقام مشترك. وكنحسبوا هذا العدد شحال كيساوي، كله راه عندهم نفس المقام اللي هو 10، ونحسبوا ناقص 12 ناقص 6 هي ناقص 18 زائد 2 هي ناقص 16 اللي كتساوي ناقص 8 على 5. شنو الهدف من هذا؟ شنو الهدف من هذا الامر الرياضي؟ هذا الامر الرياضي هو اللي كيعطينا فكره على اللعبه، واش من احسن مثلا نلعب ولا من احسن ما نلعبش هاد اللعبه. الى اقترحت عليا خصني ندرسها عاد نشوف واش غادي نلعب ولا ما غاديش نلعب. واضح؟ الى حسبنا الامر الرياضي ولقيناه موجب، راه اللعبه بصالح، راه انا اللي غادي نلعب. اما الى حسبته بحال هنا ولقيته سالب، راه انا اللي غادي نخسر. وهذا كيكون تقريبا هكا معدل ديال الخسائر، كل خمسة ديال السحابات، كل خمسة ديال الانتراج ديال السحابات راه غنكون خسرت فيهم 8 ديال النقاط، أو لا كل 10 ديال السحابات راه غنكون خسرت فيهم 16 نقطة. إذا كان العدد موجب هذا كانت تساوي 8 على 5، راه كل خمسة السحابات راه غادي نكون حصلت على 8 نقاط. كل 10 سحابات غنكون حصلت على 16، داكشي علاش كنقولوا إذا كان الأمر الرياضي موجب راه غادي نربح، إذا كان الأمر الرياضي سالب راه غادي نخسر، هنا خلاص. إذا كان الأمر الرياضي كيساوي صفر كنقولوا بدا اللعبة متكافئة، كنت داكشي اللي غادي نربح أنا ولا اللي غنخسر أنا راه كيكون متكافئ. مثال ثاني، ضمن صندوق فيه صندوق يحتوي على أربع كرات بيضاء، مرقمة ناقص واحد ناقص واحد واحد واحد، ثلاث كرات سوداء مرقمة صفر نسحب ثانيا، نسحب ثانيا وعشوائيا كرتين من الصندوق. سؤال أول، ما احتمال أن تكون الكرتان مسحوبتان من نفس اللون؟ نسميو هذا الحدث أ، هو الحصول على كرتين من نفس اللون. هنا شنو كيهمنا؟ كيهمنا غير اللون، إذا نقدرو نستعملو غير الصندوق الثاني، نقول كيهمنا الأرقام، كاين أربعة بيضين وثلاثة تحليل، نخدمو على هذا الصندوق. باش يكون عندنا كرتين من نفس اللون، إذا يا إما غادي يكونوا عندنا كرتين بيضاوين، أو لا يكون عندنا كرتين سوداوين. الصندوق شحال فيه من كرة؟ فيه سبعة. هنا السحب الأهلي كنخدمو سي سبعة جوج، غندوزو جوج من سبعة. غنسحبو يا إما كرتين بيضاوين، سي أربعة جوج، أو هي زائد، كنا كنقولو و نديرو الضرب، أو هي زائد، أو نسحبو كرتين سوداء، المجموعة اللي فيها الكرات السوداء كاين ثلاثة كرات سوداء، غنسحبو منهم جوج، أو ملي كنحسبو كتعطينا
16 على 3 هي 90 و 6 على 2 كتساوي 21 ونختزلوا حطنا هي 3 على 6 وحنا حصلنا على احتمال ديال سحب الكروتين من نفس النوع. السؤال الثاني قالنا يكون اكس كبيره متغير عشوائي الذي يمت كل سحبه بمجموع السؤال الأول ما هي القيم التي تأخذها في إكس كبيرة؟ قبل ما نديرو القيم حنا كنشوفو شنو اللي كيهمنا، واش كيهمنا اللون بالنسبة لهذا المتغير العشوائي؟ هذا السؤال الأول كيهمنا اللون وكيهمنا الشرع. هذا السؤال الثاني المتغير العشوائي شنو هو؟ هو الذي يربط كل سحبة ملي كنسحبو كرتين، شنو هو إكس؟ راه هو المجموع ديال الرقمين ديال الكرتين. إذا ما كيهمناش في هذه الحالة اللون، كيهمنا الرقم. الأرقام من الأحسن نسبو مرتبين، كاين جوج قيم اللي فيهم ناقص واحد، كاين جوج ديال القيم اللي فيهم صفر، وكاين ثلاثة القيم اللي فيهم واحد. أش كيهمنا اللون، كيهمنا غير هاد القيم. القيم التي تأخذها إكس كبيرة بالترتيب من الأحسن من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة. اش تقلنا الحاله الاولى اش نقدروا نسحبوا كرتين الرقم ديالهم ناقص واحد ناقص واحد، شحال المجموع ديال ناقص واحد ناقص واحد؟ المجموع هو ناقص زوج، هذه هي ادنى قيمه ما نقدروش نلقاو اقل من ناقص اثنان. من بعد نقدروا نحصلوا على ناقص واحد في الحاله اللي قسمنا على كره من هنا وكره من هنا، راه المجموع ديالهم هو ناقص واحد. من بعد القيمه اللي نقدروا نحصلوا عليها من بعد هي الصفر. الصفر في حالتين بزاف مزيان، بزاف ما كيردوش البال مزيان، راه كاين الصفر ولكن ما كيعرفش شنو هو الحالات اللي كيعطيونا الصفر. إذا سحبنا كرة من هنا وكرة من هنا، شحال المجموع ديال الأرقام؟ هو الصفر. عاوتاني حالة أخرى، كاين واحد الحالة أخرى هي أش نسحبو كرتين فيهم جوجهم الصفر، راه المجموع ديالهم غادي يكون هو الصفر. إذا هذه الحالة ديال الصفر فيها متابولة مزيان، راه فيها حالتين. حصلو نقدرو نحصلو على واحد. حنا خدنا كرة من هنا وكرة من هنا، شحال يكون المجموع؟ هو واحد. وأقصى ما نقدروا نحسبوا عليه هو كرتين فيهم رقم واحد واحد، والمجموع غادي يكون المجموع ديال رقمين كرتين غادي يكون هو اثنان. وهذه القيم التي تأخذها إكس كبيرة، ما نقدرش نحصل على ثلاثة لأن خصك ثلاثة كرات. حنا كنسحبوا غير كرتين. وكنحصل على إكس يوميا اللي هي ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد جوج. يلا إلا طلبوا منا قانون احتمال إكس كبيرة بحال هذا المثال اللي قبل كنحسبوا بين إكس و بين إكس نفس الشيء، إذا غادي نقول بين إكس تساوي ناقص إثنان، بين إكس تساوي ناقص إثنان يعني نسحبوا كرتين وخاص المجموع ديال الأرقام ديالهم يكون هو ناقص جوج، يعني خاصنا نسحبوا كرتين من هذا المجموع. إذا غتكون عندنا سي هذه المجموعة شحال فيها؟ جوج، وغنسحبو منها جوج. راسي أوميغا ما كتغيرش، هو سي سبعة جوج، وكتساوي واحد على 21. بين إكس تساوي ناقص واحد، بين إكس تساوي ناقص واحد، يعني خصنا نسحبو كرة من هنا وكرة من هنا، هذه هي الحالة الوحيدة اللي كاينة، ناقص واحد والصفر، ما كاينش حالة أخرى. وحدة من هنا هاد المجموعة شحال فيها؟ جوج، وغنهز منها وحدة، و هي دور،
وحده من هنا هاد المجموعه فيها جوج وغندوز منها وحده على سي على جوج كتساوي جوج جوج هي اربعه على 21 الاكس تساوي صفر. الحاله ديال الصفر اللي هضرت عليها قبيله فيها جوج ديال الحالات، يا اما تسحبوا صفر صفر او لا تسحبوا وحده من هنا وحده من هنا، تسحب ناقص واحد وواحد راه المجموع هو الصفر. نبداو بهذا الحاله الاولى، يا اما غنسحبوا من هاد الجوج غنسحبوا جوج او غنهزوا وحده من هنا وحده من هنا، وحده من المجموعه الاولى فيها جوج و با كتكون هي الضرب، وحده من المجموعه الثانيه اللي فيها ثلاثه ونصفو هذا كيساوي واحد، سته هي سبعه على 21، هذه راه كتختزل وكتساوي واحد على ثلاثه، حنا نختزل بسرعه ولكن ما كنختزلوش باش تبقى عندنا باش ما نعاودش ندير عاوتاني مقام مشترك، اختزل صحيح ماشي خطا. نبدأ بين إكس تساوي واحد، بين إكس تساوي واحد إلا كتكون واحد، خاص يا إما تسحبوا كرة من هنا و كرة من هنا، هذه الحالة الوحيدة اللي كاينة، كرة من مجموعة هاد المجموعة، هاد المجموعة فيها جوج غنسحبوا كرة، و كرة من هنا، هاد المجموعة فيها ثلاثة غنسحبوا كرة، المقام دائما كيبقى مطول، هو عطينا هي ستة على 21. الحالة الأخيرة بين إكس تساوي اثنان، إكس تساوي اثنان إذا خاصنا نسحبو واحد واحد، باش عطينا المجموعة هو جوج، إذا يعني باختصار غنسحبو من هاد المجموعة اللي فيها ثلاثة غنسحبو جوج كرات، كرتين، وغادي تعطينا هي ثلاثة على 21. ونصبوا قانون الاحتمال التسريع، هو الجدول التالي، إكس إي بي بي، القيمة الأولى ديال إكس هي ناقص جوج، القيمة الثانية هي ناقص واحد، صفر، واحد، جوج، احتمال ديال الحالة الأولى بين إكس تساوي ناقص جوج هي واحد على 21، القيمة الثانية 4 على 21، القيمة الثالثة 7 على 21، القيمة الرابعة 6 على 21، القيمة الأخيرة 3 على 21، ونكونوا دائما قلنا نتأكدوا بأن المجموع ديال هاد الاحتمالات كيساوي واحد، 3 و 7 هي 10، 6 و 4 هي 10، 10 10 هي 20 و 1 هي 21، 21 على 21 هي 1. من بعد إذا طلبوا منا الأمر الرياضي، الأمر الرياضي أش كيساوي الأمر الرياضي؟ هو المجموع إكس إي في بي، وغادي يكون هنا هو إكس واحد في بي واحد هي ناقص جوج على 21 زائد مجموع ديال الجداد، القيمة الثانية إكس جوج في بي جوج هي ناقص 4 على 21 زائد القيمة الثالثة صفر في 7 هي صفر زائد القيمة الرابعة إكس إكس 4 في 4 هي 6 على 21 زائد القيمة الأخيرة جوج في ثلاثة هي ستة على 21، كيما كنديرو الضرب إكس إي في بي، هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا، وكتساوي هادي هي ناقص ستة على 21 وهنا ستة على 21 هادي تختزل هادشي كلو غتبقى تساوي ستة على 21، ودابا نقدر نختزل دابا نقدر نختزل بثلاثة غتبقى هي جوج على وهذا هو الأمل الرياضي.
Mm-hmm.